السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة سوي لا بيانفوني. إذا حبيتوا يوصلكم الجديد تاعنا ما عليكم غير الاشتراك وتفعيل الجرس. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا وصفة سحرية لتبييض الجسم. نبدأ على بركة الله، بسم الله. هنا بالنسبة للماسك تاع اليوم راهو يبيض البشرة بطريقة رائعة جدا، وينحي هذاك السواد اللي موجود في لابو تاعنا، في الجلد تاعنا. مثلا كيما تخرجوا القايلة، انا ما نقولكمش يردكم تكوني سمراء ولا يردك بيضة، هذا من المستحيل. بصح ينحي هذيك الكحولة تاع القايلة، احنا في فصل الصيف كي نخرجوا القايلة تكحلنا، ينحي هذيك الكحولة من الجسم ومن المناطق الداكنة اللي هي المرفقين، عندنا الكوعين، اي بلاصة لقيتوها اللون تاعها داكن. واش راح ديروا؟ راح ديروا لها هذه الوصفة. هنا واش عندي؟ هنا راح نربي الحبة تاعي، او راح نربي الصابون. بالنسبة للصابون تقدروا تستعملوا دوف او تستعملوا مكون اخر. هنايا كما راكم تشوفوا الصابون تاعنا بعد ما ربيته، وانا اللي ربيته في الرقيقة باش يذوب لي مليح. دونك بور لي كومبوزون عندنا صابون دوف اي ليفير شيميك. On a bien râpé le savon. Je vais ajouter du vinaigre. هذا هو الخل. بالنسبة لكمية الخل هنا راح نغطي الصابون تاعي. Je vais recouvrir mon savon pour la quantité du vinaigre. كما راكم تشوفوا هنا، هنا بالنسبة للصابون تاعي راني غطيته بالخل. واضحة بالنسبة للكمية نتاع الخل راني نغطي الصابون تاعي. هنايا واش راح ندير؟ راح نحط الخليط تاعي هذاك في الميكسور ونميكسيه مليح. دونك جو مي لو ميلونج دو لو ميكسور اي جو ميكس بيان. اذا هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه، كما راكم تشوفوا ورجع متجانس ورجع لي على شكل كريمة. Donc, comme vous voyez, le mélange est devenu crémeux. واش راح ندير له الان؟ ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter la levure. بالنسبه للخميره هناك عده كاين ماركات بزاف، انا استعملت هذه اللي موجوده عندي في البيت. اذا هنا واش راح ندير؟ راني نضيف له الخميره. je vais rajouter la levure et je mélange. ça va gonfler. لانه الخميره هنا راح يزيد الحجم، نخلط مليح فقط، هنا راح يزيد لي الحجم تاعي. تلاحظوا يترجع لنا كي شغل اون موس. ها دوك بشوي بشوي راح يزيد الحجم، لانه نعرفوا الخميره راهي تطلع في اي حاجه راهي تطلع. كما راكم تشوفوا هنا الحجم تاع البوماده تاعي او الكريمه راهو زاد. pour la quantité ou bien pour la levure a gonflé le mélange. هنا وزاد. واش راح ديروا نتوما بعد كل حمام كي تحبوا تدوشوا وتكملوا خلاص المناطق الداكنه، ديري لهم هذا البوماد هذه بشكل دائري، ديروهم بشكل دائري. بالنسبه للوجه تخليوها واحد 10 دقائق وتغسلوها. بالنسبه للوجه اللي راهو سنسيبل ما نصحوش يديروا في وجهه، اللي وجهه سنسيبل ما نصحوش يديروا في وجهه. اذا on va appliquer cette pommade ou crème après chaque bain une ou deux fois par semaine. On l'applique une ou deux fois par semaine après le bain. On le fait d'une façon ronde. هنا راح نعطيكم كيفاش راح نديرو. هكذا نابليكيه بصفه دائريه، هكذا نفس الطريقه ديروها على الجسم تاعكم. انا قلت المناطق الداكنه راح تطبقوا عليها هذه الكريمه.
لي بلاس سومبر. يعني قلت هذا وما يبيضش، ماهوش انا سمراء ونحب نرجع بيضه من المستحيل، ولكن كي نخرجوا للشمس هذه خليته مدة 10 دقائق راهو شاحلي، راح نغسلو ونشوفو النتيجه. دونك لي ليسي بوندون 10 مينوت لا كريم اي ديفوني اسيشي سور ما مان. دونك جو في مي لافي اي اون فيرا لو ريزولتا. Voici le résultat. هذه هي يدي بعد ما درنا لها لا كريم وخليناها مدة 10 دقائق. كما راكم تشوفوا راهي نورت كما نقولوا احنا بالعامية، راهي ضوات ماهيش كما قبيل. هاو الفرق بين يدين نتاعي اليمنى ما درت لهاش واليسرى درت لها. دونك هذا هو الفرق بين كي درنا هنا يدي اليمنى راني ما درت لهاش، واليسرى درت لها كما راكم تشوف فيها راهي ضوات. دونك voici le résultat. Pour ma main droite, j'ai pas fait ce mélange ou cette crème, et pour ma main gauche, je l'ai fait. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux mains. إذا عجبكم هذا الفيديو ما عليكم غير تخليوا لي جيم وكومنتار. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وأكيد راح تعجبكم. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et un commentaire. J'aimerais bien que vous l'essayiez et sûrement vous allez l'adorer. Au revoir. Ma salama. N'tlaqaw fi wasfatin okhra bi idnillah.